بالبدايات كنت اشتغل انا بالاكواريل بالالوان المائيه، لانه انا بطبيعتي بحب كل شيء بالشفافيه باللون، ويعني مثل ما بتعرف كمان اكثر شيء بمنطقه البقاع بعلبك المناطق الداخليه في بيبقى الضوء قوي وبيبقى الطبيعه صافيه والسما صافيه، كثير بيعطي تفاعل الاكواريل اكثر ليظهر الموضوع مثل كثير فنانين يعني كان باوروبا او بلبنان. من بعد الاكواريل انتقلت للزيت، لانه كان الاكريليك بعده منه كماده يعني مكتشفه جديد، والعالم كانت ما فنانين شنو ما عندهم تجربه وتكنيك، بس بعدها جديده. اشتغلت فتره تقريبا 5 6 7 سنين 10 سنين الزيت، وبعدين فت على الاكريليك وضليت بالاكريليك لسبب انه الاكريليك بينشف بسرعه، نظيف، ما عنده ريحه مثل الزيت. هلا طبعا بضل الزيت اقوى لانه بضل اللون بقلبه، بس في انواع من الاكريليك الحديثه قريبه للزيت، والاكريليك لانه بينشف بسرعه وفيك تعمل الطبقات وفيك تعمل، فدائما الشغل لبعض الفنانين اللي عندهم اندفاع قوي مثل دوكونينج، مثل كثير فنانين يعني الامريكيه المدرسه الامريكيه بيحبوا يشتغلوا بسرعه والطبقات بسرعه، فبده ينشف بسرعه اللون، فبيساعده كثير الاكريليك.